لكم، إيران بدأت بالتحضير مع فصائلها المسلحة لتنفيذ عملية انتقامية وكبيرة ضد إسرائيل، وذلك للرد على العملية الخطيرة التي نفذتها إسرائيل مساء يوم أمس، والتي أدت في نهاية المطاف إلى اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله. عملية اغتياله والقصة لهذه العملية كلها بدأت من مقدرة وتمكن إسرائيل من تحديد موقع السيد حسن نصر الله بأنه متواجد في مخبأ المقر الرئيسي لحزب الله اللبناني في الضاحية الجنوبية تحديدا. تأكدوا من هذه المسألة وأرسلوا بطلب لنتنياهو من أجل الموافقة على عملية اغتياله، وظهر نتنياهو بهذه الطريقة واللحظات الأولى لمصادقته على اغتيال السيد حسن نصر الله من نيويورك، وهنا ظهر واجتمعوا سوية بغرفة عمليات واحدة وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان وقائد سلاح الجو الإسرائيلي، وكذلك ظهر قائد سلاح الجو وهو يدير هذه العملية بنفسه، لأن هي الطائرات هي التي نفذت عملية الاغتيال في نهاية المطاف. وما قامت به إسرائيل هنا بالضبط هو أنها أطلقت 8 طائرات من طائرات الـ F-15E، وهذه الطائرات كلها انطلقت من حتسريم، قاعدة حتسريم الجوية جنوب إسرائيل في منطقة بئر السبع، هي التي انطلقت بهذه الطريقة عبر البحر المتوسط لتصل إلى بيروت إلى ضاحية الجنوبية لتنفذ العملية التي نفذتها. وهذه هي اللحظات الأولى لانطلاق هذه الطائرات، طائرات الF-15 من قاعدة حتسريم كما تلاحظون، وهي مليئة ومحملة بالقنابل كما تلاحظون. وإذا ما أخذنا هذه اللقطة لهذه الطائرة تحديدا وحاولنا أن نقترب من القنابل التي استخدمت، ستلاحظ بأننا أمام شكلين أو نوعين من هذه القنابل. كل هذه القنابل هي من قنابل مخترق القبو، لكن إذا ما ركزنا على هذه القنبلة وهي القنبلة الأهم في كل هذه العملية، هي قنبلة BLU-109B الأمريكية التي يصل وزنها إلى 910 كيلوغراما، وهي متخصصة في ضرب المنشآت تحت الأرض، وما استخدمته إسرائيل ما يقارب 85 قنبلة في هذه العملية، يصل وزنها إلى 80 طنا، أي نتحدث عن أكثر من 72 ألف كيلوغرام، هي التي سقطت على موقع اجتماع السيد حسن نصر الله بهذه الطريقة. تلاحظ من الضربات هي ضربات هائلة أدت إلى تدمير 7 مباني تقريبا عند هذا الاستهداف كما نلاحظ، هنالك كان أيضا العديد من الجرحى جراء هذا الاستهداف. لكن ما يهم إسرائيل هو تحقيق ما تبحث عنه، هو قتل السيد حسن نصر الله، وهذا ما تمكنت من فعله. كذلك نلاحظ من خلال هذه الصورة أيضا بأننا أمام نقطة اختراق، رغم كل هذا الدمار الذي نراه تلاحظ بأن قنبلة البي ال يو قد اخترقت هذه المنطقة، هذه نقطة الاختراق حيث اتجهت مباشرة إلى مكان الاجتماع. نقترب من هذه الصورة، لاحظ مميزة للغاية هذه القنبلة عندما تخترق الموقع وتحاول من استهدافه. كذلك نلاحظ من خلال هذه الصورة بأننا قادرين أيضا على تحديد الموقع لنرى القصة، لأن الضربات الإسرائيلية لم تأتي فقط على موقع الاجتماع، لا أبدا، تلاحظ بأننا أمام مباني من اتجاهين، وأيضا نلاحظ خلال هذا المبنى بأننا أمام ألواح للطاقة الشمسية، لوحة واحدة للطاقة الشمسية، لوحة أخرى على هذه النقطة المرتفعة من هذا المبنى، مبنى آخر أيضا يأتي وتأتي لوحة كبيرة من ألواح الطاقة الشمسية، وأيضا شكل معماري مميز، وليس هنالك مبنى ملاصق لهذا المبنى، وهذه هي النقطة التي استهدفت، ولا يبدو أن هنالك مبنى من خلال هذه الصورة بهذا الاتجاه ملاصق لهذه المباني، عادة مساحة مفتوحة، أما جراج للتوقف السيارات أو حديقة. وإذا ما اتجهنا إلى القمر الصناعي سنلاحظ بأن النقطة تبعد تقريبا من شمال مطار رفيق الحريري تقريبا 2.3 كيلومتر أو 2.6 كيلومتر فقط، وستلاحظ بأن النقطة تماما المتطابقة مع هذه الصورة هي هذه المنطقة. لنأخذ صورة واضحة من القمر الصناعي لنتأكد من هذه التفاصيل تماما، وسترى بأن هذه هي الصورة التي تتطابق مع ما رأيناه بالفعل، وسترى بأننا أمام مباني من اتجاهين، هذا هو اللوح الشمسي وهذه نقطة مرتفعة، لوح شمسي آخر وهذا لوح شمسي كبير، وكذلك تلاحظ الشكل الهندسي متطابق، ليس هنالك أي مبنى ملاصق، مساحة مفتوحة كما تحدثنا واضحة، وهذا هو يعني أن هذا المبنى هو المبنى الذي كان يتواجد فيه السيد حسن نصر الله تحت الأرض في مخبأ موجود تحت هذا المبنى تحديدا. والمثير بهذه المسألة أن هنالك نقطة أخرى إلى جنوب شرقي هذا المبنى على مسافة ما يقارب 140 مترا تقريبا، هذه النقطة نأخذ صورة أوضح من القمر الصناعي، الصورة التي كانت ظاهرة من الاستهداف هي صورة هذا الشكل وهذا الجدار من هذا المبنى، لم يكن هنالك أي شيء ظاهر بجانب هذا المبنى، ويوضح أن هذا المبنى أيضا كان مستهدفا من قبل الجانب الإسرائيلي، وهذا المبنى كان ظاهرا وهو مدمر متضرر تماما من الضربات الإسرائيلية.
الإسرائيلية. لاحظ الصورة القادمة من هذه الضربة كيف أنها متطابقة، هذا هو نفس الجدار الذي كان ظاهرا أمامنا بالضبط، وهذا هو نفس المبنى في الخلف المتضرر، وليس هنالك أي مبنى بجانب المبنى الذي نراه هنا. وهذا يوضح بأن هذه المباني أيضا كانت هدفا من قبل الجانب الإسرائيلي، متطابقة تماما. أيضا نقطة أخرى وشارع آخر ضرب من قبل الجانب الإسرائيلي بشكل مباشر، وهذا أيضا يعطي مؤشرا عن طبيعة ما تعرفه إسرائيل عن هذا الموقع. وهذا الموقع يأتي من نقطة الاغتيال التي تم تنفيذ هذه العملية فيها على السيد حسن نصر الله، تقريبا مسافة 220 مترا بهذا الشارع تحديدا، هو نفس الشارع الذي كان قد استهدف. أي الشكل العام للعملية يوضح أن إسرائيل تعرف الكثير عن هذا الموقع، فعلا هي تعرف أين يتواجد السيد حسن نصر الله وأين يجتمع، والمسألة مسألة توقيت بالنسبة لها. تلاحظ هذه المنطقة التي كانت هدفا وأشرنا لها، وهذا هو الشارع الذي كان قد استهدف من قبل الجانب الإسرائيلي، وهذه هي النقطة التي استهدفت من قبل إسرائيل. هذا يوضح بأننا أمام مداخل حقيقية بالأنفاق لهذه المباني، هنالك نفق وأنفاق تحت هذه المنطقة هي التي تتجه إلى هذا الموقع، وهذا الموقع هو موقع الاجتماع الرئيسي تحديدا الذي يجري فيه حزب الله والسيد حسن نصر الله اجتماعاته المهمة. بمعنى آخر أن السيد حسن نصر الله على سبيل المثال يدخل من نقطة هو ومرافقيه، وكذلك الزوار إن كانوا من الحرس الثوري الإيراني أو الفصائل المسلحة كلهم يلتقون هنا في هذه المنطقة من أجل زيادة الأمان للسيد حسن نصر الله، وللضيوف يجتمعون ومن ثم يخرجون من مخارج مختلفة. وهذا هو الذي تعرفه إسرائيل. إسرائيل احتاجت أن تعرف هو متواجد هو وضيوفه في هذه المنطقة، وجاءت طبعا الطائرات الإسرائيلية في نهاية المطاف لتوجه هذه الضربات على هذه المنطقة لتغلق هذا المدخل وتضرب النفق بهذا الاتجاه لتغلق منطقة المداخل عليهم طبعا بكل تأكيد، ومن ثم توجيه الضربات بهذه القنابل الهائلة لتؤدي في نهاية المطاف إلى اغتيال السيد حسن نصر الله بهذا الاستهداف تحديدا. والمثير للانتباه هنا بأن فؤاد شكر رئيس أركان حزب الله اللبناني الذي اغتالته إسرائيل أيضا في شهر يوليو تحديدا، كان قد اغتيل هنا على مسافة ما يقارب 380 مترا من هذه المنطقة، هو كان قد استهدف فعلا. بالتالي نحن أمام ظروف استثنائية من طبيعة هذا الاستهداف الإسرائيلي ومعرفتهم للكثير من التفاصيل. وطبعا إسرائيل أعلنت بأنها اختارت السيد حسن نصر الله، حزب الله اعترف بهذه المسألة واعترف الجميع. وهنا نلاحظ بأن إسرائيل اختالت تماما الهرم الكامل حزب الله اللبناني، لم يبقى أحدا من القيادات من قوات الرضوان وحزب الله وحتى السيد حسن نصر الله، كلهم تم اغتيالهم على عكس حركة حماس. هذه مسألة مثيرة للانتباه لأن السنوار على سبيل المثال لا زال على قيد الحياة، بينما الأمر مختلف مع حزب الله اللبناني. كذلك إن قائد الحرس الثوري الإيراني في لبنان وهو عباس نيلفروجان أيضا كان موجودا في هذا الاجتماع وكان قد اغتيل، وهنالك بعض الأنباء التي تتحدث بأن ابنة السيد حسن نصر الله زينب هي أيضا كانت موجودة في هذا الاجتماع وقد قتلت بهذا الاستهداف. إسرائيل لم تتوقف عند هذا الحد أبدا، لا أبدا، هي استمرت بعمليات الاستهداف بشكل كبير، طلبت بعمليات الإخلاء لعدد من المناطق في الضاحية الجنوبية في بيروت. وفي نفس الوقت أن عمليات الإخلاء التي طلبت، لاحظ أن هذه المنطقة هي المنطقة التي استهدف فيها السيد حسن نصر الله، طلبوا الإخلاء تقريبا من كل هذه المناطق الثلاثة، وكذلك أن هذه المنطقة تحديدا أيضا طلب من خلالها إخلاء المدنيين بعد ذلك، لأنهم قالوا بأن هنالك صواريخ مضادة للسفن في هذه المنطقة، وقالوا أن صواريخ استراتيجية لحزب الله اللبناني مخبأة بين المدنيين. هذه المنطقة أيضا التي تحدثنا عنها في النقطة الوسطية للصواريخ المضادة للسفن. وبالتالي إسرائيل نفذت أكثر من 140 غارة على الضاحية الجنوبية بعد عملية الاغتيال للسيد حسن نصر الله. تلاحظ انفجارات هائلة وانفجارات ثانوية وذخيرة وعتاد واضحة في هذه المنطقة. هنالك أهداف استراتيجية لإسرائيل من تنفيذ كل هذه الاستهدافات التي نراها، وخاصة أن الواشنطن بوست كانت قد أكدت اليوم كما نلاحظ هنا بأن حركة العربات العسكرية الإسرائيلية تحديدا ازدادت وتيرتها في الطريق أو في الطرق السريعة المؤدية إلى شمال إسرائيل وقرب الحدود اللبنانية الجنوبية، حتى بأخبار عاجلة قبل قليل من مصادر من البنتاغون تحدثت ببساطة بأن إسرائيل الآن تستعد للتوغل البري إلى جنوب لبنان. وهذه مسألة مقنعة للغاية، ولا بد من الانتباه أن ضرب إسرائيل
لهذه الأسلحة والصواريخ المضادة للسفن الموجودة في بيروت، هي يعني وتعني بأن إسرائيل تستعد لاستخدام البحرية الخاصة بها، المدمرات والفرقاطات، لكي تبدأ بتنفيذ عمليات وتقترب من لبنان لتنفيذ عمليات كبيرة ضد حزب الله اللبناني. يريدون التأكد من أن حزب الله غير قادر على استهدافهم بمثل هذه الصواريخ المهمة، كذلك أن استهداف هذه الصواريخ الاستراتيجية إن كانت في البقاع أو في أي منطقة أخرى بهذه الطريقة الكبيرة من قبل إسرائيل، هو ذلك طبعا تبحث من خلاله عن منع حزب الله من أن يكون قادرا على تحقيق أي هجوم انتقامي للسيد حسن نصر الله، تماما ضرب قدراتهم. الهجوم خير وسيلة للدفاع، وهذا ما تفعله إسرائيل الآن. كذلك أنها تستعد لعملية برية من خلال استهداف كل هذه الأسلحة الاستراتيجية بهذه الطريقة، من خلال نشر كل قطعاتها، كما تحدثت الواشنطن بوست والكثير من الأدلة على هذه المسألة، أن بضربها لهذه الصواريخ الاستراتيجية أنها عندما تبدأ بالعملية البرية بعد قتلها للقادة وقطع الاتصالات وضرب الكثير من البنى التحتية العسكرية وجعل حزب الله ينسحب إلى خلف النهر الليطاني وتتقدم، هنا لن يتمكن حزب الله في المستقبل من تحقيق أي استخدامات لهذه الصواريخ، ولن يتمكن من عبور وجعل صواريخ أن تعبر 40 كيلومترا على سبيل المثال كي تصل إلى الشمال. بالتالي تأمين الشمال بالكامل لإعادة الثقة للمواطن الإسرائيلي مرة أخرى، 80,000 إسرائيلي من أجل العودة، لأن حزب الله لم يعد قادرا على فعل شيء، وإسرائيل أصبحت متوغلة في الجنوب تماما، وتبدو إسرائيل مصرة فعلا على تنفيذ هذه العملية البرية. هي تضرب كل نقاط المرتبطة، نقاط نقل الأسلحة والأفراد الموجودة بين سوريا وبين لبنان في هرمل في البقاع تحديدا في الشمال أو من هذه المناطق الشرقية، من أجل إبقاء الأمور صعبة للغاية على حزب الله. حتى الطائرات الإيرانية، طائرات شحن الأسلحة، أوقفوا تماما وصولها إلى بيروت، وقد ظهرت هذه الصورة لهذه الطائرة من طائرات قشم الإيرانية على الفلايت رادار 24، حلقت وصلت فوق الأجواء العراقية، ثم جاءها النداء بأن عليها العودة، هي كانت محملة بالأسلحة، وأن إسرائيل قالت بأنها ستضرب كل هذه الشحنات، يعني تدمير مطار رفيق الحريري بالكامل. وهذه بنى تحتية مهمة ورئيسية بالنسبة لبيروت، وهذا هو التسجيل، وللبنان، وهذا هو التسجيل الخاص بهذه الطائرة كما نلاحظ. وفي نفس الوقت طبعا حزب الله بدأ ينفذ الكثير من العمليات منذ الصباح الباكر، وهو مستمر حتى هذه اللحظة، الكثير من الغارات على الشمال الإسرائيلي كما نلاحظ، وكذلك هناك الكثير من اللقطات وحتى غارات أيضا باتجاه تل أبيب. الأمور تصاعدت بشكل خطير، وحتى أن المرشد الأعلى أرسل رسالة واضحة توضح بأن هنالك انتقام قادم للسيد حسن نصر الله، وقال الآتي: كل قوى المقاومة في المنطقة مع حزب الله وتدعمه، مصير هذه المنطقة ستحدده قوى المقاومة وعلى رأسها حزب الله الأبي. وبعدها جاءت الأنباء بأن الخامنئي المرشد الأعلى الإيراني تم نقله إلى مكان آمن، وهذه دائما تشير بأن إيران لديها نوايا للانتقام قد تكون مباشرة من إسرائيل، خاصة وأن من قتل هنا هو قائد الحرس الثوري الإيراني في لبنان عباس نيلفروجان، قد قتل بهذا الاجتماع مع السيد حسن نصر الله. إسماعيل هنية قتل على أراضيهم وقالوا سننتقم، ولم يفعلوا شيئا حتى هذه اللحظة. وكذلك أن السفير الإيراني في لبنان مؤخرا بعملية البيجرز، عملية الاختراق الخطيرة الإسرائيلية، فقد عينا واحدة وأصيبت العين الأخرى وفقد البصر تماما، وهذا يمثل السيادة الإيرانية في لبنان، ولم تفعل شيئا إيران حتى هذه اللحظة. بالتالي المبررات لإيران بعد كل ما جرى هنا حاضرة إذا ما نفذت أي هجوم مباشر باتجاه إسرائيل، خاصة وأن رئيس الأركان بعد كل ما جرى لاحظ ما الذي قاله هنا: الرسالة واضحة، سنصل إلى كل من يهدد مواطني إسرائيل في الشمال وفي الجنوب وفي جبهات أبعد. وأضاف: لقد أنهيت الآن جلسة لتقدير الموقف وإقرار الخطط في قيادة المنطقة الشمالية، أننا مقبلون على أيام حافلة بالتحديات. هذه كلها إشارات خطيرة بأن إسرائيل فعلا ذاهبة إلى ما هو أبعد مما تم تنفيذه ضد حزب الله اللبناني، وبالتالي نحن أمام ظروف جديدة، ظروف كبيرة، ننتظر كيف ستتطور في الساعات القادمة.